عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه المحور في كل مكان. حلقه جديده وبرنامجكم مطبخ عظيمه. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم وطبعا كل اصدقائنا اللي بيشوفونا. بنفكركم بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمه بالعربي. اي وصفه حضراتكم عاوزينها او طالبينها او اي حاجه حابين ان احنا نفعلها لوصفات عمليا في الايام القادمه، يا ريت حضراتكم تبعتوا لنا على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي. النهارده هنعمل وصفات سريعه بما ان اصدقائنا بقى ايه والاولاد عاوزين حاجات لطيفه، وواضح انه كل الحاجات الخاصه بالسوشيال ميديا والحاجات الجديده اللي احنا بنشوفها في وصفات كتير وتبقى سريعه ولطيفه جدا. وفي اولادنا يجيبوا لنا الفيديو، انا عاوز دي انا عاوز دي انا عاوز دي. الحقيقه هي حاجه لطيفه كونهم ان هم يبقوا برضو ايه عندهم جاذبيه تجاه بعض الحاجات السريعه اللي بتلفت نظرهم. خلينا كده ايه نشوف الافكار. احنا هنبدا الاول نعمل وصفه تقليديه جميله لطيفه. هنعملها بالدجاج او باوراك الدجاج بصوص الباربيكيو اسفل البابريكا. هتبقى لطيفه، هي فيها تتبيله حلوه بتدي تيست وطعم للفراخ حلو، ونقدم جنبها شويه خضار لطيف كده، سهل حاجه بسيطه يعني. وهنعمل بعد كده وصفه بقى من الحاجات السريعه الحلوه اللي بتعجب الاولاد، هنعملها بس بعد الوصفه دي. عندنا اوراك الدجاج بصوص البابريكا، عندي اوراك دجاج مخليه نستخدمها في الشيش طاووق عادي، بصل متقطع شرايح جوليان، وجزر البيبي كاروت الصغير، هننقي الجزر الصغير ونقشره ونقطعه ونخليه زي ما هو كامل، بطاطس متقطعه صغير البيبي بوتيتو الصغنونه دي، ومعلقتين كبار من الدقيق، كوبايه من المرق، التتبيله عندي 3 معالق كبار من الزيت، معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من الزعتر، ومعلقتين كبار من البابريكا، ومعلقه كبيره من بهارات الدجاج، معلقه صغيره من الزنجبيل، رشه حبهان، وطبعا ملح وفلفل. تعالوا بقى كده هنجيب هنا اول حاجه بوله كده، بسم الله ناخد بوله وهنبدا نجهز بقى ان احنا نتبل الدجاج. بسم الله، اول حاجه كل التوابل اللي احنا اتكلمنا عنها دي هنتبل بيها الدجاجات دي او الفيليه اوراك الفيليه دي المتقطعه. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. اول حاجه هناخد كده الاوراك بتاعه الدجاج، بسم الله، كده بسم الله، هنحطهم هنا. وهناخد بقى التتبيله الجميله بتاعتنا، كل الحاجات اللي احنا هنتبل بيها. عندنا البهارات، عندنا ثوم، ممكن تستعينوا عنه بالثوم الباودر مفيش مشكله، و بهارات الفراخ، البابريكا معلقتين كبار حلوين، زنجبيل مش كتير، وحطينا ادي الزعتر والحبهان، بهارات الدجاج، وهنستخدم كمان الملح والفلفل، ومش هزود ملح لان اوريدي انا هيبقى عندي مرق هستخدمه. حط بقى شوية زيت زيتون معاهم كده، بس الأول نبقى ضمننا إنها أخدت أكبر كمية من التتبيلة الحلوة دي. شوية زيت زيتون كده، 3 معالق كبار كده، بسخن البان عندي بشكل قوي السوق الأول، نتأكد إنه الدنيا تمام، التتبيلة مع الثوم مع الزيت كله تشربها،
كده شايفين اهو. وبعدين هنبدأ نحط بقى في الوك نفسه. بسم الله شوية زيت وهننزل الدجاج اللي احنا تبلناه دلوقتي حالا مع بعض. بسم الله بالتتبيلة الحلوة دي. الحقيقة تتبيلة رائعة وانا مش عايزة اسيب الباقي فيها، عايزة احطه. بصوا لانه هيدي كمان طعم للخضار اللي احنا هنحطه مع نفس الوصفة الحلوة دي. هنقلب كده شوية لما يبقى اللون ذهبي حلو. البابريكا هتدي لون حلو كده بسرعة. ناحيتين نقلبهم كويس في التتبيلة الحلوة دي. وهننزل بقى هنا معاهم بقية الخضروات. هنبدأ بالبصل، الجوليان، بصوا لو لقيتوا البطاطس البيبي الصغننه حلوه اوكي استخدموها زي ما هي. لو لقيتوها كبيره ممكن ننصنص التقطيع. البصل الجوليان يعني نخليها نصنصه كده حته صغيره نص ونص كده. هنبدا هنا بس يعني البطاطس عندي وسط، انا شايفاها كبيره شويه، تعالوا كده نقطع منها حته صغيره. كده ممكن تبقى انصاف كده. هعمل كده. ممكن تبقى كده. طبعا في الجزر. كده البطاطس وهنبدا كمان نحط الجزر. انا الحقيقه الجزر هحطه زي ما هو لانه هيستوي كده على البخار وهيبقى جميل. خلينا بقى ايه نقلب بقى شوية حلوين كده. ننزل الخضروات في الحاجات الحلوة دي مع، عايزة اقول لكم الخضار هيبقى طعمه احلى من الفراخ. ليه بقى؟ لانه هياخد اولا من طعم الفراخ وطعم التتبيلة، فهيبقى يعني وبس هتشرب كل الصوص الحلو ده مع الجزر كمان. عشان كده انا اخترت بطاطس وجزر. هناخد كده طبعا احنا عندنا البطاطس فيها نسبة نشا، لكن انا ممكن احط كده معلقه دقيق واحده وابدا اضيف الصوص هنا. تنفع معاها بقى رز ابيض او رز بشعريه زي ما حضراتكم تحبوا. هنبدا نقلب تقليبه كده حلوه كده كده. من الوصفات الجميلة جدا جدا. بصوا الجمال، هي الميزة انها ايه سريعة ومش بتاخد وقت طويل. وخلينا ننزل الاول المرق الحلو ده. بسم الله كده. بصوا كده بصوا كده الجمال. هنبدأ نسيب بقى الخليط ده مع بعض كده، الفراخ تستوي شويه مع الخضار. من الوصفات الحلوه قوي سريعه.
تنفع في المصايف على فكرة جدا. الناس اللي عايز تعمل وجبات سريعة وأكلات تبقى فيها يعني برضو بيحبوا الخضار الرز الحاجات. وهنسيبها بقى ايه نهدي النار عليها ونسيبها بقى تتشرب الايه التتبيلة الحلوة المميزة دي مع الخضار. وهنستسمح حضراتكم هنطلع فاصل نرجع نعمل وصفة سريعة للولاد بيحبوها قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي ومن ايه بعد الفاصل. الروايح مش قادرة أقول لحضراتكم عاملة إزاي، جميلة جدا والحقيقة هي وصفة بسيطة ولكن طعمها جميل. طيب عايزة أوريكم بس كده إيه الصوص. بصوا طبعا البطاطس بدأت تدخل في التسوية ما تاخدش وقت، الجزر هكذا بس أنا حاطاه كامل عشان يحافظ على القوام بتاعه. بصوا الفراخ عاملة إزاي، الصوص بدأ يبقى فيه بصوا يتقل شوية كده بسيطة. هنسيبه بقى شوية كده وتعالوا نعمل إيه قبل ما هنبدأ في الوصفة السريعة اللي قلنا عليها، بنعمل بس صنف كده لطيف سلطة من الخضروات بس هنعملها مشوية في الفرن. فخلينا كده نعملها سريعا وممكن تبقى تكويناتها حلوة لأن في ناس سألوني على القرنبيط عايزين يعملوا منه سلطة. المهم انه ما يبقاش يعني، لو انتوا حابين ادوا نص سلقه بسيطه وينزل في ميه سخنه وكمون حب عشان الناس اللي بتتعب من الغازات او القولون عندها بيتعب جدا. تعالوا كده ناخد الصاج ده بسم الله وهنبدا نحط عليه خضار، ده احلى خضار تاكلوه مشوي هو اللي في الفرن طبعا. تعالوا نقول المقادير الاول. عندي اول حاجه للسلطه سلطه القرنبيط والقرع، عندي قرع متقطع مكعبات وعندي قرنبيط متقطع زهرات صغيره، حمص الشام، طماطم شري، عندي جرجير وعندي كزبره وتوم باودر وكمون وبابريكا وملح وفلفل وطبعا زيت زيتون. الدريسنج الخاص بالسلطه دي هنعمله بالزبادي، زبادي ومعلقه زيت زيتون ومعلقه من الثوم المفروم او ثوم باودر زي ما تحبوا، معلقه كبيره من النعناع ومعلقتين كبار عصير ليمون وملح وفلفل. اول حاجه هبدا احطها على الصاج هي الخضار. تعالوا كده نبدا بالقرنبيط، هو برده من الحاجات اللي مهضوم حقها شويه، يمكن في ناس بتحبه قوي في الشتاء اكتر لكن كسلطة هو احنا المفروض اصلا ما فيش بروكلي دلوقتي الا اللي مخزن بروكلي او اللي فيه البروكلي ولا في قرنبيط، بس ده لو احنا يعني مخزنين شوية كده حلوين. تعالوا كده ناخد شوية من القرنبيط الحلو ده نعمل بقى كمان عليهم شوية كده جميلة من القرع. القرع على فكرة من الحاجات الجميلة جدا اطفال الصغيرين اللي انتوا حابين تأكلوهم وصفات جميلة صحية. عايز اقول لكم هو بديل للبطاطا رائع، تعمل منه مهلبيات تجنن وياكلوا منه كده يجنن. تعالوا بقى ناخد الطماطم الشاري كده وناخد كمان الحمص ونحط بقى شوية حلوين من التوابل. حمص ده طبعا مسلوق. تعالوا بقى ناخد التوابل بتاعتنا، عندي ثوم مفروم، معلقة كده فوسطيهم برضو ما يجراش حاجة، وناخد كمون مهم عشان القرنبيط زي ما قلنا، كزبرة توم باودر اللي مش عايز يحط توم عادي ما يحطش، وبابريكا طيب. هناخد رشة ملح ورشة فلفل ورشة فلفل. اللي عايز يضيف اي حاجة تانية من الخضروات التانية اوكي. السلطة دي الحقيقة جميلة، هنبدأ نعمل كده الاول كده، شايفين الجمال. وهناخد رشة من زيت الزيتون
تضيف. هي فعلا اضافات حلوه، هما كلهم يعني كل واحد في الكنترول قاعد بيقول ايه، انا عايز كذا، انا عايز كذا، احنا ممكن نحط كذا ونشيل كذا. وعلى فكره مفيش مشكله خالص، انا مش معترض على فكره. هي السلطه لانه كل واحد بيحط المكونات اللي حاببها، بس اهم حاجه تبقى في الطعم ماشيه مع بعض، توابلها تكون برده ماشيه مع بعض. انا هناخد بقى الصاج وهندخله الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا بقى نتكلم عن وصفه ثانيه من الوصفات الجميلة جدا اللي احنا قلنا سريعة وممكن تعجب الولاد وتبقى ببواقي العيش اللي عندنا. احنا ساعات بنعمل سندوتشات سريعة جدا من العيش الترتلة او من العيش التاكو الخاص بيه، يعني تعمل منها وصفة كده حلوة. طيب هفترض عندي قطعة باني، عندي اي حاجة باقية من اللحوم، فراخ مسلوقة ممكن اشوحها واديها شوية خضار مع شوية منكهات كده وتوابل وابدأ احشي بيها الحاجات دي وتعجب الولاد. اهم حاجة فيها يكون في تشيز او جبنة سايحة او شيدر او اي حاجة بتسيح عشان تخليهم يعرفوا ياكلوها وشكلها يبقى ملفت بالنسبة لهم. دي برضو من الحاجات الجميلة جدا. طيب هنبدأ نقول الوصفة هي عبارة عن ايه ونبدأ نشتغلها مع بعض. عندي تاكو البانيه، هو عبارة عن قطعتين من الدجاج متقطعين بانيه زي اللي احنا عاملينهم دول، احنا هنقطعهم اوريدي مش هنسيبهم كده يعني. وعندنا كمان عيش تورتيلا وزيت للقلي وكوسة متقطعة حلقات وملح وفلفل، ممكن تقطعوها عادي صغيره برضو على حسب التقطيع. وعندنا طبعا عندنا من الصوص الجبنه الشيدر، وعندنا ملح وفلفل، وطبعا للتغطيه لو انا هعمل البانيه هحط دقيق واحط بيض وبقسماط لو انا عامله البانيه او دي طريقته يعني. طيب هبدا اول حاجه ياخد كده اللفظ وان ايه نشتغل على الوصفه الحلوه دي. بسم الله هناخد كده، هناخد كده، هنعمل اول حاجه هنقطع العيش التورتيلا ده دواير، نقطعها بالقطاعات الصغيره او باي كوبايه او بطبق، ونقطع بالسكينه من حواليها وتبقى دواير. هوريها شكلها لحضراتكم عامل ازاي اهو، جيبها لكم هنا تشوفوها الاول عقبال ما احنا كده احطه لكم هنا. بصوا دواير كده زي دي، شايفين ازاي. وهنبدا ناخد طاسه ون ايه حط بس الفراخ كده بعيد شويه. بسم الله وسخن هنا الزيت، هنحمر كده واحدتين مع بعض. اي حشو عندكم اي حاجه باقيه ممكن نعملها في الفكره دي حاجه شبهها يعني، ولكن الولاد بيحبوها جدا. ادي الفراخ ريحتها روعه، البطاطس بدات تمام، تنسوش كمان انها تاخد تسويه بعد ما نطفي عليها في السخونيه بتاعه الفراخ، هتبقى رائعه فعلا جميله جدا. انا هبدا هنا بقى احط البان كده هنا، وهنا بسخن الزيت. اول حاجه بعملها باخد كده خله السنان بعد ما قطعت دواير كده صغيره، بعملها زي الايه زي الكون، زي الكون كده هنا، بقفل كده اهو واقفلها وابدا اثبتها بالتسبيكس او اللي هي خله السنان كده هنا، وهعمل كده على خفيف هنا وهثبت. هي دي بس افكار نقنقات كده بسيطه مفيهاش حاجه يعني اهو، وهتبقى زي الكون كده. وهنقطع بقى الحشو بتاعنا ده زي ما احنا عايزين، وعادي لو بصوا بحط جواها كده ورقه فويل عشان بس تفضل محافظه على الشكل وبطلعها اول ما بتطلع. بحط جوه دي برضو واحده اهي قدام حضراتكم، نصورها كده حته فويل صغيره اهي، وخلينا نشوف دي. لا دي اول ما هتنزل النار هتمسك عشان بس لو ليكوا حصل معاكوا كده مش هترموها يعني اهو اهي. هاخد في حته تانية. بسم الله الرحمن الرحيم
وكده. خلينا بس نشوف الزيت يسخن شوية. حطينا كده في كل واحدة منهم الفويل ايه. طيب هنحط كده واحدة زي دي كده في الزيت اهو بنفس الورقة والتانية. هناخد بقى شايفين هناخد بقى ايه الملقاط بتاعنا فينه اهو هنا حافظ بس كده وهي ايه تاخد لون ذهبي بس. هي ما هي وهنا كمان نشوف بس كده. بصوا الفراخ خلاص انا لازم اطفي على الفراخ بقى. بصوا بقى الصوص خلاص تقل والفراخ خلاص تمام. هسيبها تهدى ويبقى على التقديم اهو شايفين ازاي. خلاص مش محتاج الريحه مش قادره اقول لحضراتكم. بسم الله ما شاء الله رائعه. طيب خلينا بقى نلغي نطفي على الفراخ وهناخد هنا ناخد هنا بقى الكوسه على البان الثانيه. بصوا نقلب حلو كده من ناحيتين لحد ما تاخد الشكل الايه الكون ده. بس الزيت ما كانش سخن قوي. تعالوا بقى ناخد كده بعد بقى ما حمرناهم. بصوا بنشيل منهم وهوريكم برده واحده لما تطلع بنشيل منهم الايه الفايل ده وبتبقى متحمره ومحافظه على الشكل زي ما انتم شايفين اهم. تاخد بس اللون الذهبي اللي من بره ده وتمام. في واحده جوه احنا حاطينها اهي زي ما انتم شايفينها كده اهي. تمسك بس الايه الكون ده او شكل القرطاس ده. عندي هنا رشه زيت زيتون. ممكن نحمر الكوسه او نقطعها مفرومه خالص زي ما انتوا عايزين. انا الحقيقه عايزه اعملها حاجات صغنونه علشان تبقى نفس تقريبا تقطيعه الايه الفراخ اللي احنا ممكن نعملها كده حاجه صغنونه كده. ودي تسمح لكم انكم تعملوا الخضروات اللي ايه الولاد ممكن يكونوا مش حاسين بيها وتصغروها عن كده خالص او تبشروها فتبقى مش باينه تماما. دي برضو من الحاجات اللطيفه اهو هنا شايفين اهو. وهنحمر هنا مع رشة ملح وفلفل. رشة ملح هحط معاهم هنا هقطع حتة بانيه واحدة كده 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 كده. هذه قطعة بايتة حتى لو بقالها فترة كده كده كده. تعالوا انا احطهم مع دول عايزاهم ياخدوا من بعض كده شوية. ممكن ناخد واحدة كمان كده حتة كمان كده. وهناخد بالعرض يعني مكعبات كده صغيرة تقدر تتحشي جوه الايه جوه التاكو ده. هنا بس ايه دي خلاص كده تهدى بس واروح شايله التصفيق بتاعتها. ودي كمان اهو
خلاص هنرفع بقى الزيت ده، نوسع لنفسنا كده. نقلب كده تقليبة حلوة. وتعالوا بقى ناخد الحشو ده، ممكن في بولة صغننة كده هنا، تعالوا ده تمام، و معلقة صغيرة وهنبدأ ناخد. بصوا وحدات بس، ده دي تبرد، بروح سحبة كده. بصوا التوسبيك منها اهو، بشيلها وبشيل اللي جوه دي، برفعها سنة سنة عشان تطلع، بس بالراحة من غير ما اكسيها سخنة جدا. طيب خليها تبرد بس دي لانها سخنة مولعة. طيب تعالوا بقى نعمل دي اهي، نحشي بقى فيها كده شوية من الحشو ده، ممكن تحشوها قطع بانيه بس او مع خضار زي ما انتوا عايزين، خلوها تشيز وفراخ او لحمة او شاورما او اي حاجة انتوا حابينها كده. وخليني اجيب الصوص اللي جنبي الشدر، ونجيب طبق التقديم بتاعنا اللي جنبنا هنا، وناخد تاني، ناخد كده الصوص. بصوا جبنا الشدر، عايزه اقول كل ولاد هيحبوا الحاجات دي جدا. تعالوا بقى نعمل واحده كمان وهي فيها الصوص. الصوص ده مع الفراخ بتبقى تجنن، لما بناكلها في سانشات بره، السانشات البانيه بتبقى فيها الصوص ده على فكره، يعني في ناس بتحب قوي تطلبهم من بره، ممكن مش شرط الكوسه يعني، انا بس عارفه ان الكوسه بعض الولاد مش بيحبوها، تقدروا تبشروها وتستغنوا عنها مفيش اي مشكله. وناخد الصوص كده، ايوه عشان تمسك فيها. تعالوا بقى ناخد واحده كمان دي تمام، الحشو هنا ونحشي كده بواقي اي حاجه نقدر نشغلها جوه العيش ده، ونقدمها بشكل مختلف، تبقى نقنقات كده وسناكس حلوه. والميزه بقى انها فيها فراخ او لحمه او حتى خضار للناس اللي ما بتاكلش فراخ او لحم او حتى خضار. طيب خلينا بقى ايه، ناخد هنا قطعه تشيكن هنا اهو كده، وناخد الصوص كده، شايفين هنا، وهحشي اخر واحده كمان. وانا بحشيهم كده ممكن نطلع فاصل صغير وهكمل حشو، ونرجع بعد الفاصل نشوف الخضار اللي في الفرن، ومستني حضراتكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. بصوا بقى الفراخ والجمال، بصوا طلعت، والبيبي كارت والجزر الصغير والبطاطس جميله ازاي. هناخد بقى شويه صوص كده من البصل القمر ده مع الخضار، حاجه كده ايه، بسم الله تفتح النفس، شايفين الجمال. وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم، ان شاء الله يعجبكم الطبق باذن الله. هنقدمنا التاكو او تحايلنا على الوصفه وعملنا الحاجات اللي عندنا باقيه زي البانيه والشاورما والحاجات. بصوا حطينا بقى ايه الصوص بتاع الشيدر الجاهز، وتقدروا تعملوه في البيت بالكريمه، ونوع الشيدر تنفع حمراء وتنفع صفراء، وتنفع تعملوا ميكس بين الاثنين، هتحطوا على حسب ما انتوا بتحبوا، بس هنا درجه الاصفر اكتر.
حاطين مثلا كوبايه من الشيدر المبشوره الصفراء على نص كوبايه من الشيدر المبشوره الحمراء مع حوالي نص كوبايه او كوبايه لربع من الكريمه. تهدى كده وتبقى الصوص الجميل ده، خلوه تقيل عشان تستمتعوا بيه. هناخد بقى الطبق الجميل ده نقدمه هنا، و هناخد كمان طبق القمر بتاع التاكو ده اللي احنا عملناه بالتورتيلا كده. وهنيجي بقى نعمل الدريسنج الحلو بتاع السلطه. بصوا بقى السلطه طلعت معانا، خليني كده ايه اوريكم شكل الخضار لما طلع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اللي احنا هنعمل بيه السلطه الحلوه دي. سلطه جميله جدا، ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم. وهناخد كده، انا هقدم على اوراق الجرجير الجميله دي كده كده كده، حاجات القمر دي. طبعا بقى اي خضره حلوه انتوا حابين تعملوها براحتكم. طبعا الخضار زي ما انتوا شايفين هقلبه لكم دلوقتي حالا واوريه لحضراتكم. جرجير هنقدم السلطه بتاعتنا. خلينا ناخد كده، بسم الله، ونقي السلطه الجميله الحلوه دي بقى زي ما هي كده. وناخد ايه نقدم، بسم الله. عايزه اقول لكم تستمتعوا بيها جدا. شايفين الحقيقه الخضار المشوي ده حاجه عبقريه جدا، وحاجه سهله قوي، وحاجه صحيه جدا. القرع ده من الحاجات الجميلة جدا، استمتعوا بيه قوي قوي قوي. سلطة حلوة، دريسنج بتاعها فيه زبادي، حاولنا نبعد عن المايونيز بقى عشان تبقى حاجة جميلة كده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ شايفين القمر، سلطة حلوة قوي. هنا بس شوية شيري توماتو، شايفين حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله يا رب يعني تجربوها وتعجبكم. وهنعمل بقى كده في بولة صغيرة الدريسنج بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه. بسم الله، نحط هنا السلطة بتاعتنا، وهنبدأ ناخد الزبادي بسم الله، ومعاه شوية عصير الليمون. حط شويه من التوم، الدريسنج بقى اللي انا ايه التتبيله اللي حطيت منها على الرشه كده بسيطه من الكمون. هاخد نقطه ملح وفلفل، وطبعا زيت الزيتون، وهنحط النعناع. انا الحقيقه هحط ورقات النعناع كده لاني هحط عليهم الدريسنج، تتاكل كده احلى واجمل. اللي عايز يفرمهم يفرمهم، اللي عايز يستمتع بيهم كده، في ناس بتحبهم قوي كده، ريحان ينفع جدا. وحطينا عصير ليمون، حطينا توم باودر، رشه ملح بسيطه، وهاخد كده ويسك بس صغنن، وايه وسبون. تعالوا نحط ايه نقلب كده تقليبه حلوه. هنحط الزيت دلوقتي حالا بس نقلب، بسم الله. وانا عملت دريسنج بالزبادي زي ما قلت لحضراتكم اهو، شويه من، عايزين تخلطوا مايونيز مع زبادي ماشي، عايزين تخلوه لوحده ماشي اهو. بصراحة دريسنج جميل، السلطة دي الحاجات الجميلة جدا. بصوا بقى، تعالوا نبدأ ايه نحط الدريسنج بتاعنا، بسم الله كده على الخضار المشوي ده. ان شاء الله يا رب تستمتعوا بيها. طبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم، الألوان فعلا حلوة، كمان هي صحية، تقدروا تحطوا يعني الخضروات اللي حضراتكم تحبوها، فيش مشكلة. أهم حاجة اشوا في الفرن
بالطريقه الحلوه اللي احنا ايه قلنا عليها. واتمنى يا رب ان السلطه تجربوها بقى وتقولي طعمها ايه او تبعتولي التطبيقات الحلوه بتاعتكم. طيب هنعمل كده و هنبدا بقى نتكلم عن صنف حلو جميل وسهل وصحي برضو. هنعمل الكرامبل التفاح. هو مشهور قوي ونقدر نعمله بالكمثرى ونقدر نعمله باي وصفه تانية، بس هو اغلب الوصفات اللي بتبقى للكرامبل تبقى تفاح لانه هيلثي. ممكن نستخدم الكمثرى لو نزلت مفيش مشكله خالص، ومعاه الشوفان. تعمل كده حاجه في الفرن جميله ولطيفه وتاكل بالمعلقه ان شاء الله تعجبك. تعالى كده نقول الوصفه بتاعتها ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. نقول بسم الله. عندنا كرامبل التفاح، عندي للكراميل، عندي الكرامبل نفسه، عندي دي نص كوبايه من الدقيق، عندي كوبايتين من الشوفان، نص كوبايه من السكر الابيض، نص كوبايه من السكر البني. طيب نقدر نستعيد عنهم بايه؟ ممكن العسل الابيض. خلاص كده. طيب عندي معلقتين كبار من الزبده، دول ضروريين جدا. عندي للتفاح 4 تفاحه حمراء متقشره وكعبات او صفراء او خضراء اللي يعجبكم. معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه صغيره من القرفه، معلقتين كبار من عين الجمل المجروش، ومعلقه كبيره من السكر الابيض، ده اختياري، او سكر بني او عسل برد، والتزيين اي حاجه انتوا عاوزينها، كريز او من غير مش مهم. هنعمل ايه بقى اول حاجه؟ هناخد الشوفان. خلوا بال حضراتكم نوع الشوفان مهم جدا. نوع الشوفان مهم جدا لان في انواع بتبقى طعمها يمكن ما يبقاش يعجب الناس تجرب ده لاول مره، فنوع الشوفان مهم. الاول شوفان ده حتى نوعه مش قوي او ادوله تحميصه خفيفه في فرنه كده كده هيدخل الفرن، بس يعني نطلع ريحه الـ 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 الني اللي فيه ده. لكن هو من الانواع، في انواع كتير جدا في السوق حلوه جدا عشان تبقوا عارفين، يعني نادرا ما هتلاقوا حاجه مش الا السايب بقى. طيب هناخد كده كوبايتين كده من الشوفان، هحط معاهم الدقيق. الدقيق عندي نص كوبايه وثلاث معالق، يعني مش مليانين قوي كده اهم. نقلب كده، وتقدروا تحطوا معاه دقيق بني عادي جدا، دقيق قمح او ما تحطهوش خالص مش مشكلة برضو. وعندي تاني السكر البني، احنا قلنا حوالي نص كوباية، هاخد حوالي برضو 3 معالق. الحقيقة انا هحط كمية من السكر البني افضل من السكر الابيض، خلينا كده ايه في الاريحية، اللي عايز يحط السكر الابيض يحطه. عندي قرفة وعندي الزبدة، عندي تقريبا معلقتين من الزبدة كده، ناخد كده وده برضو هيدخل الفرن اهو. معلقة كده، معلقتين من الزبدة اهو. هنعمل بقى ايه كده، هنعجن كده دول في بعض كده، الايه الشوفان مع الزبده زي رمل البحر كده، زي ما بنعمل البسكويت مع الزبده زي للتشيز كيك للقاعده لاي حاجه، عشان يتشرب كويس ولما يدخل الفرن يبقى متغلف كل حبات الايه الشوفان بالزبده مع السكر البني. والحقيقه انا هدي تاتش قرفه هنا لانه بيدي طعم تيست حلو قوي للشوفان في حاله لو الشوفان ده طعمه ايه يعني مش قوي اهو. في التحميصه كمان بتدي طعم للوصفه حلوه، شايفين ازاي كرامبل كده، يعني بيبقى بالطريقه دي، في منه اجزاء ماسكه في بعضها وفي منه اجزاء مفككه كده عن بعضها. ناخد بقى ده كده خلاص خلصناه، هناخد بولة تانية نعمل فيها التفاح بقى، خليط التفاح. هنعمل كالآتي، بسم الله. هناخد كده نقطع التفاح صغير قوي، خليني اصفي المية وعصير الليمون. انا هنا حاطاه
في ميه وعصير ليمون عشان احافظ على اللون بتاعه زي ما حضراتكم شايفين انه بيتاكسد بسرعه جدا. ادي التفاح وهنحط عليه معلقه سكر بني وقرفه ونقطه من عصير الليمون، وعندي عين الجمل نعمل كده، وهنقلب تقريبا حلوة ونبدأ نقدمه بقى في رامكانز كده صغيرة تدخل الفرن وجميلة. تعالوا بقى نجيبها اهي عندي هنا، هنقلب التفاح بقى مع بعض. بسم الله اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، نخلط بقى القرفه كويس مع التفاح مع السكر البني مع عصير الليمون. اول طبقه نبدا بيها هي طبقه الكرامبل اللي احنا عملناه من الشوفان والزبده اهو هنا كده، دي من الحاجات الجميلة قوي الحقيقة. وبعدين هياخد من التفاح خليني بس ايه هنبدأ نرص التفاح تاني طبقة من فوق مع طبعا العين الجمل مع القرفة مع الحاجات الايه اللي احنا خلطناها معاها، وطبعا هيدخل الفرن. اذا لكم الوجبات الصحية الحلوة قوي تقدروا تستغنوا عن الدقيق الابيض فيها، ما تحطهوش، اكتفوا بس بالشوفان. السكر البني هيبقى يكرمل كده شوية وهيديله تيستو جميل جدا رائع جدا. انا مش هضيف قصاص كراميل عليه لانه هو بالفعل هيتكرمل السكر البني بحرارة الفرن وهيبقى متكرمل وجميل جدا. خليني بس كده ايه اوري حضراتكم شكله بعد ما يطلع من الفرن اهو، بعد ما بيتكرمل بصوا ده بيبقى لونه تفاح بيستوي، القرفة، السكر البني، بصوا اختلاف اللون عشان تبقوا عارفين. ونقدر اما يطلع من الحاجات الرائعة جدا اللي ممكن حضراتكم تستمتعوا بيها قوي قوي ان شاء الله. وانا عارفة ان ليه محبيه الحقيقة، وانا عارفة ان اللي طلبوه مني هم حابين يعملوه، ودي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. اتمنى يا رب ان يعني حضراتكم تجربوها باذن الله وتبقى جميلة وطعمها حلو. هنحط بقى الايه الكرامب بتاعنا هنا ونقدمه، وطبعا هندخله الفرن هياخد حوالي 10 دقائق 12 دقيقة لحد ربع ساعة على حسب درجة حرارة الفرن، على فرن 180 على الشبكة في النص لحد ما يطلع اللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده. النهارده عملنا بواقي باني، بواقي شاورما، بواقي فراخ مسلوقة، بواقي أي حاجة حلوة احنا بنحبها نحطها ونعملها في التورتيلا ونعمله كون او نعمله رول او نحطه في ظهر القوالب التشيز كيك او نحطه جوه قوالب الكب كيكس فيطلع مدور، فنحشيه لهم حاجات ونحط الملتد تشيز عليها هيتبسطوا بيها قوي، قرمشه جميله مع بواقي حاجات حيناها وعملنا وجبه سناكس لطيفه جدا. عملنا النهارده الفراخ بالخضار مع صوص البابريكا بشكل لطيف وجميل، اتمنى تنول اعجاب حضراتكم. نقدر نقدمها مع اي حاجه بقى، ماش بوتيتو مع الخضار ده كفايه، وشويه سلطه براحتكم زي اللي احنا عملناها المشويه الحلوه دي. اي نعم هي توليفتها مختلفه شويه لان فيها ارنبيت وحمص الشام وحاجات، لكن مختلفه وجميله ويا ريت تجربوها. دريسنج الزبادي ده حلو قوي، ترتيب ورائع ومريح. وكمان عملنا كرامبل التفاح بالشكل اللي حضراتكم طلبتوه وعملناه لانه محبي الشوفان ومحبي الحاجات اللي فيها الشوفان. أتمنى يا رب تنول إعجاب حضراتكم.
طبعا الوقت بيعدي بسرعه معاكم، وبجد توحشوني جدا وبيوحشني تواصل معاكم جدا، وقريبا هنتواصل مع بعض بجد عن قرب ان شاء الله. شكرا على دعواتكم من القلب، وبجد انا بدعي لكم من القلب يا رب، اتمنى من الله ولا يكتر على الله ان حضراتكم دايما تكونوا في سعاده وحب، ودايما كل امنيه بتتمنوها تتحقق بفضل الله وباذن الله. من هنا الحلقه جديده، وسلام عليكم.